27 عاما مرت على إقرار اتفاق الطائف من مطار الإقلاعات المحصن، نظرا إلى المخاطر الأمنية التي كانت تحيط ببيروت أنذاك. وفي الساعة 4 تحديدا من بعد ظهر الخامس من تشرين الثاني 1989 أقر النواب وثيقة الوفاق الوطني. طرحت الوثيقة مباشرة على التصويت، فوافق النواب جميعهم وعددهم 58، وتحفظ شفيق بدر وفريد جبران وحسن الرفاعي. وبعد نصف ساعة انتخب النواب الرئيس الشهيد رنيه معوض رئيسا للجمهورية. ما بين الخامس من تشرين الثاني 1989 و 31 تشرين الأول 2016 تاريخ انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية، ترنح اتفاق الطائف على صعيد التطبيق من دون أن يسقط، وهو دخل اليوم في صلب خطاب القسم. وفي هذا السياق تأتي ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية. بعد كل هذه السنوات، ما نفذ من اتفاق الطائف جاء مجتزأ أو لم ينفذ حتى الآن وفق الدولية للمعلومات. المجلس الدستوري حرم من حقه بتفسير الدستور وخلى الحق عند مجلس النواب، في حين أن الوثيقة كانت بتنص أنه ينشأ مجلس دستوري تنفيذ لتفسير الدستور. عندنا موضوع النواب، اتفاقية الطائف قررت رفع عدد النواب ل 108 لتحقيق المناصفة، وإذ نحن بنعملهم 128. اتفاقية الطائف نصت على اعتماد قانون جديد للانتخابات يعتمد المحافظة، حتى بالانتخابات اللي صارت من 92 لحتى اليوم كانت مخالفة لما نصت عليه اتفاقية الطائف. في إنشاء الهيئة الوطنية لدراسة إلغاء الطائفية السياسية، لحتى الآن لم تتكون الهيئة، نص على إنشاء المجلس الشيوخ. حتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشئ ولو متأخرا كما نص الطائف مشلول، أما اللامركزية الإدارية فلم ترى النور. ويمكن القول أن معظم ما نفذ منه إنما حصل باستنسابية وبفهم مغلوط لحقيقة النصوص. مثلا نقل السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية إلى رئاسة إلى مجلس الوزراء مجتمعا، هذا الأمر اللي حصل. تجريد رئيس الجمهورية من حق تسمية رئيس الحكومة إلى استشارات نيابية ملزمة، جعل ولاية رئيس مجلس النواب 4 سنوات بدل من سنة، مع حق ثلثي النواب بطرح الثقة وبرئيس المجلس بعد مرور سنتين على التولي. بمعنى آخر صار في تعزيز لصلاحيات بعض الرؤساء، تقليص صلاحية رئيس الجمهورية. هيدي نفذت بشكل كتير سريع. أما الأمور الثانية اللي هي أساسية وملازمة حتى الآن لم تنفذ. عدة ثغرات تشوب الطائف، لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية. فهل يقضي الرئيس القوي على نقاط الضعف في اتفاق الطائف؟